وصلنا لختام صباحنا غير، ومع مساحة الدعم النفسي والتوعية، مشاكل كثيرة واضطرابات نفسية بتواجه الذكورة والإناث خلال فترة الخطبة والانتقال إلى الحياة الزوجية وأفكار المسؤولية يلي للأسف بهذا الوضع صارت بترعب الشباب. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، وبيسعدنا نرحب بعزة كردي اختصاصية نفسية واجتماعية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا يا صباح فيك. الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. بالبداية، يمكن بكل مرحلة من حياتنا إلى صعوبات وإلى سيئات وإلى حسنات، ولكن خلينا نحكي عن الاضطرابات يلي بتساويها كل مرحلة بحياتنا، يمكن خاصة مراحل الارتباط. هلا نحن بدنا نقول انه دائما مثل ما تفضلتي، كل مرحله بحياتنا إلى ايجابيات والى سلبيات. لما انت بتنتقلي من مرحله لمرحله معناتها انتقل وعيك كمان من مرحله لمرحله، فبالتالي اي شيء انت وقت بصير عندك هذا التغيير بالحياه، فبالتالي بتواجهي بعض الضغوطات او فينا نقول بعض الاضطرابات او المشاكل النفسيه البسيطه اللي هي ما تصنف تحت بند امراض، مشان الناس ما يعني تخاف تقول انه لا خلص انه هلا هالشيء لا سمح الله ممكن يكون مرض. فبالتالي الانتقال من الحياه العزوبيه الى الحياه الزوجيه هو بالتالي موضوع كثير حساس سواء كان للذكور او الاناث. فبالتالي مجرد ما بلشنا انه نحن بدنا نقول انه نحن بدنا ننتقل من حياه او نختار شريك الحياه، فهون نحن دخلنا بمرحله جديده، فصار فيها تفكير، صار فيها تغيير، حسابات. بالضبط. فهون نحن بهي الفتره، بخضم هي الفتره، ممكن نواجه بعض الاضطرابات اللي انا فيني اسميها انه بتكون نتيجه او تبنت تحت عده اسباب. بدنا نحكي هيك شوي بسرعه، ممكن تكون اسباب مادية واقتصادية، ممكن تكون أسباب عاطفية، ممكن تكون أسباب كمان مجتمعية. هاي الأسباب الأساسية يلي بيندرج تحتها معظم الاضطرابات النفسية يلي ممكن تواجه الذكور والإناث. نعم، يعني خلال فترة الخطبة لابد من المشاكل، وإذا بدنا نحكي هلا عن الوضع الراهن، الذكور هن عم بيكونوا صحيح. ما فينا ننكر هذا الشيء، هن عم يتحملوا العبء الأكبر من الضغوط، وعم بيكون عندهم هي المخاوف من فكرة الارتباط لما يرتبط فيها من موضوع الالتزام. خلينا نتوجه للإناث اليوم، كيف لازم يتعاملوا مع هي الفترة؟ بنات يمكن بالمجمل بيتعاملوا مع هاي الفترة برومانسية. نعم، هلا اذا نحن بدنا نحكي عن حدود العلاقة او بدنا نقول انه نحن كيف لازم نتعامل مع بعض، في شيء اهم انه قبل ما البنت او الصبية او الانثى تتوجه او يكون عندها قرار بالارتباط بدها تفهم تماما انه نحن اليوم في عنا اختلاف بين سيكولوجية الرجل وسيكولوجية المرأة، يعني كل واحد فينا له طبائع مختلفة. فلما اليوم انا بدي اقدم على اختيار شريك الحياة بدي يكون انا عندي رؤية معينة لاختيار هذا الشريك، فبالتالي بدي يكون عندي شوية مرونة. ليه؟ لأنه مثل ما تفضلتي هلا الوضع الراهن كتير صعب على الذكور، وكتير المقبلين على الزواج قلائل، لكن نحن بدنا نكون متوازنين. يعني نحن أهم الأشياء اللي نحن بنشوفها حتى بالذكور أو الإناث دائما بتعرضوا لمواضيع أنه لما بتصير في علاقة جديدة دائما عندهم قلق، عندهم توتر، عندهم حسابات، دائما عندهم تدخل بالمحيط، يمكن عندهم أمور عم ترد عليهم او عم بتوجه عندهم عن تصور ذهني لهي المواضيع انه نحن كيف لك تكون علاقتنا، كيف نحن بدنا نتوجه لهذا الموضوع. فالإناث دائما هم بتكون عندها رؤيه، بتكون عندها وعي انه انا كيف لازم اختار شريك الحياه، وكيف انا بدي، شو هي المقومات الاساسيه. يعني بالبند العريض بدايه نحن ما لازم ننظر للمظهر الخارجي بقدر ما نتوجه للعمق وللجوهر الاساسي يلي بيميز هذا الانسان وصفاته الايجابيه. نعم، ظروف الانسان اكيد بتتبدل وبتتغير. نعم. وخاصه الماديه. نعم. خلينا نحكي اليوم بجوز يمكن الصبية ترتبط بحدا وضعه مو منيح يصير منيح، وبالعكس. نعم. ايضا خلينا نحكي يمكن الضيقه الماديه قد ايه بتاثر على الشاب، وقد ايه يمكن بيكون حاسس حاله مكبل ما عم يقدر يتصرف باي شيء، وبتنتهي هون المشاعر لما بصير الهموم هي جبال على ان كان على الشاب وان كان على الصبي. اكيد هذا الموضوع الحقيقه هو الموضوع الاساسي ومشكله العصر الحقيقه. هلا اللي احنا بنشوفها بمعظم شبابنا انه ما عم يقدروا يكون عندهم تقريبا استقرار مادي بهي المرحله، ونحن بنقول هذا الاستقرار المادي متقلب. يعني نحن
بدنا دائما يكون عندنا تفاؤل، بنعرف الظروف صعبة، لكن كل المقبلين على الزواج يكون عندهم مثل ما قلنا دائما وبحكي انه يكون في وعي، يعني في شيء اساسي وفي شيء ثانوي وفي شيء مو مهم، فنحن دائما نركز على الشيء الاساسي والمهم بحياتنا، مهم باساس تكوين للمنزل، بالامور الاخرى. الصبية او الانثى ما لازم كثير تكون دقيقة على الشغلات الخارجية. اليوم بدنا ننتبه انه نحن ما بدنا نلغي، بدنا نلغي مبدأ المقارنات، فلانة جاب لها خطيبة ذهب، فلانة عملت عرس، بالضبط عملت عرس، فهي المظاهر البراقة يلي نحن دائما معظم الحالات بتتوجه لأن هي تركز عليها تطلع منا في شيء أولى وأفضل، أنه نحن نركز عليه اللي هو الجوهر والأخلاق، ندرس نحن بعض أكثر ونفهم بعض أكثر، هذا هو الأهم، لأنه نحن لما بيكون في وفاق وفي هذا الانسجام بيناتنا نحن بنقدر بعدين نسيطر على كل الأمور الأخرى بالحكمة وبالتوازن. فبالتالي نحن بدنا نكون عنا كثير هذا الموضوع كثير بده دراسة، وكثير الإناث لازم ينتبهوا عليه ويرحموا الشباب شوي. عزة خلينا نحكي عن موضوع كتير مهم، نلاقي ثقافات مختلفة لما الشاب والصبية بدهم يقدموا على موضوع الزواج، يمكن بيخضعوا لدورات تدريبية أو بيروحوا لمركز مختص. هذا الشيء ما موجود للأسف عندنا بسوريا أو ببعض البلدان العربية. بتنصحي اليوم إذا في مشاكل معينة أو الطرفين ما عم يقدروا يتفاهموا أو عم يفهموا بعض بطريقة غلط، يلجأوا للمحيط اللي ممكن هو يكون الأهل ليقرب وجهات النظر؟ فكرتنا فكرة أنه ما في دورات أو شيء، حقيقة يعني أنا كتير اشتغلت على هذا الموضوع بشكل شخصي وقدمت عدة محاضرات تأهيلية بتخص الخاطبين حصرا يعني، فكان الحمد لله كان لها يعني كان في تجاوب والناس استفادت صراحة. لكن نحن بدنا مثل ما تفضلتي نحن لازم نكثف هذا الموضوع، لازم بس شو يكون عنا نحن أوسع بالضبط، يعني هن عندهم قبول أنه يخضعوا لهي الدورات أو عندهم قبول أنه ليحاولوا يعني يفهموا طبيعة الشخص الآخر أو تفهمي أنت الشخص المقابل لإلك حتى تعرفي تتعاملي معاه بالأيام. ففكرة أنه نحن ندخل المحيط، أكيد أنا ما بستثني دور الأهل قولاً واحداً يعني إذا كان في الوالد موجود والوالد موجود أكيد هن دورهم أساسي بتوجيه الأبناء. في حال كان طبعاً الأهل لازم يعني بيكونوا عندهم حكمة أكيد هن أكثر من غيرهم، فيتوجهوا توجيه صحيح لأبنائهم برؤيتهم بتختلف عن الرؤية الحالية للذكور، وخاصة إذا كانوا عندهم هذا الاندفاع. ولكن طبعا لما بتحس حالة الأنثى أو الذكر أو بحس أنه في علاقتهم فيها شوية تردد أو ما عم يقدروا يكونوا عندهم انضباط، مثلا كنا نقول انضباط عاطفي، أو ما عم يقدروا يتوجهوا لهذا الموضوع بشكل صحيح، لا مانع حتى من استشارة لنحن نقدر نقيم العلاقة هذا اللي بدنا نمشي فيها. ليا ما كانت موافقتني على هذا الموضوع، ولكن أنا قصدت أنه بنسبة كبيرة مثلا في توافق وانسجام أسرارهم بين بعضهم، بيحلوا خلافاتهم بين بعضهم، ولكن بلحظات معينة ممكن يوصلوا شوي هيك لطريق مسدود أو يصير في ضغوطات عليهم يمكن. فهذا هو السؤال، أنه الأهل نحن للأسف نعرف أغلب تدخلات الأهل عم بتكون أو نسمع عن كتير قصص أنه الأهل بيكونوا هن سبب أو مصدر للخلاف. أنا لك شغلي، أنا يعني بالنسبة لهذا الموضوع أنا بشكل شخصي يمكن أنا دائما بقول رأيي أنه أنا مع حتى خلال بالذات خلال فترة الخطوبة، أنه دائما بوجه ودائما بقول الصبية بالذات الأنثى ممنوع أن هي تخفي شيء عن والدتها، ممنوع تخفي شيء عن والدها، هنن الأساس، هنن القادرين على أنه يوجهوها التوجيه الصحيح. طبعا بين قوسين نحن بنقول لما بيكون الأهل عندهم هذا النضج والمحبة والحكمة لتوجيه الأمور، نحن بنستثني الحالات اللي بتكون فيها الأم مثلا ممكن تكون عندها بعض الصفات العصبية أو شيء ما تقدر توجه أبنائها أو بنتها أو ابنها توجيه صحيح. ولكن أنا عم بحكي بالمجمل لما بيكون أنا عندي أب واعي وأم واعية أنا أكيد بدي استشيرهم، وممنوع أني أخبي شيء عليهم لأنه هذا الشيء بضر بالعلاقة أولا وأخيرا. أنا بدعم أبنائي من وراء الكواليس، تمام؟ يعني أنا بستشير والدتي، لكن ما بالضرورة أنا روح أقول لخطيبي أني أنا، وإلا هو حتى لو كانت هي عم تحكي وتقول أنه أنا لا بستشير الوالد بستشير والدتي، هذا شيء فخر
فخر للأنثى وللبنت وللصبية أنه هي ببيت أهلها هذا أبوها وأمها فخر لإلها. فبالتالي لما هي بتستشيرهم بأي موضوع هذا الشيء مو عيب، بالعكس هذا الشيء لازم هي تتباهى فيه. لكن ما بيكونوا أنه لا سمح الله عم يوجهوها توجيه أنه لتخرب العلاقة، وإنما على العكس بيوجهوها لتتوازن العلاقة ويصير في هاي العلاقة المخلصة أكثر. مرات هي حتى الصبية بتكون مندفعة فتجي الأم بتهديها بتقلها أنه لا هذا التصرف منه مثلا صحيح، من الخطيب تصرف عاقل يعني. فلازم يكون في هذا التوازن، والصبية مو غلط أنه تستشير أهلها أبدا أبدا أبدا، وأنه هذا الشيء سر بيني وبينك وما لازم أحكي. لا، لما بتصير بالعلاقة الزوجية وبتصير معها بمنزل واحد وتحت سقف واحد هون في سيناريو آخر. نعم، بننشكرك نحن على كل المعلومات اللي قدمتي لنا ياها. ويسعد صباحي. يسعد صباحكم وصباح السادة المشاهدين. شكرا لكم، شكرا كثير لكم ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا ياها. شكرا حبيبتي، شكرا لك.